مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكبيسي. أهلا بك دكتورة هداب. بداية، بعض النواب تحدثوا عن أن وزارات النفط والداخلية والدفاع والكهرباء أخذت حصة الأسد بموازنة 2019، إلى ماذا ترجعين ذلك؟ مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة نعم، هذا ما حدث، هو التأكيد على أربع وزارات، وكما أشرتم في تقريركم أنه حصلت هذه الوزارات على حصة الأسد، وبالتالي نجد أنه هناك نقطة أساسية مهمة في هذا المجال. أننا ما يثير انتباهنا في هذا أن وزارة النفط على سبيل المثال من بين هذه الوزارات الأربع تأخذ قرض من الوكالة اليابانية بقدر 40 مليون دولار للمشاريع النفطية، يعني للإقامة بها والاستمرار عليها. لكن بالمقابل خصصت في الموازنة أيضا، وهنا يجب أن نذكر، يعني أيضا في تقريركم قبل هذا التقرير كان يتحدث أحد النواب من كردستان، وقد يبدو كان غير مرتاح مع الوضع، ولكن نقول له أيضا هنالك تخصيص 300 مليون دولار في الموازنة إلى المشاريع النفطية في كردستان. هنا يعني رب سائل يتساءل، يعني احنا دناخذ، يعني بالكلام الاعتيادي احنا دناخذ من الوكاله اليابانيه كوزاره نفط 40 مليون دولار، نجي نعطي 300 مليون دولار الى مشاريع نفطيه في كردستان، وكردستان الى حد هذا اليوم لم نعرف اين ذهبت حساباتها، ولا نعرف كيف تتصرف. طيب بالنفط اللي بهذه النقطه دكتوره هداب، يعني موضوع التوزيع الخاطئ، الى اي مدى يمكن ان يؤثر او تؤثر هذه الحصص الضخمه لتلك الوزارات على حقوق المحافظات التي تحتاج الى اعمار؟ نعم صحيح، نعم، يعني اولا احنا لاحظنا انه في هذه المدن التي تحتاج الى الاعمار يمكن 1% او اقل، في بعض قبلها كانت في المسوده الاولى اقل من 1%، وبالتالي سوف لن تحدث اي تغيير هذه ال 1%. زد على هذا هنالك احنا كبلد نعم ريعي، نعم نعتمد على نفط، ولكن الزراعه والصناعه يجب ايضا ان نوجه انظارنا اليها. هذه المشاريع التي تخص هذين القطاعين، اي الزراعه والصناعه، نصف بالمئه من الموازنه تحددت بالمقارنه مع ما ذكرناه، يعني بمعنى اننا سوف لن يكون لدينا من يعني منذ هذه السنه بدايتها الى حد قيام موازنة أخرى سوف لن يكون هنالك لدينا مشاريع زراعية أو صناعية، ولا نفكر أساسا في أنه أن نقوم بشيء ما، لأنه أساسا لم توضع لهم موازنات. فأيضا هذا مشمول الكلام بالمدن اللي هي مدمرة تدمير كامل، أيضا لم تأخذ حصتها، وبالتالي هذه المشكلة في الموازنة أيضا لا نستطيع أن نطلق عليها موازنة، هي ليست بموازنة، ولا نستطيع أن نقول عليها قانون موازنة، هي مجموعة أرقام وجداول، وبالتالي تم ترتيبها بهذا الشكل. ولكن هنا السؤال أن السيد عادل عبد المهدي هو أساسا اقتصادي، ويجب أن ينتبه إلى هذه الأمور، ويجب أن يعرف جدا أنه كيف يتعامل أيضا مع هذه الأرقام اللي هي أرقام جدا متدنية بالنسبة لحصص المدن اللي هي مدمرة تدمير كامل. بالمقابل يوجد هنالك نفقات عالية لهذه الوزارات الأربعة التي شملناها بالذكر، النفط، الدفاع، الداخلية، الكهرباء. طيب، في ظل هذه الحصص المجحفة بالنسبة للبعض والمفيدة بالنسبة للبعض الآخر، أو الزيادة عن الحقوق بالنسبة للبعض الآخر، كيف يمكن توفير فرص عمل للمواطنين طبعا الذين يعانون من البطالة في ظل هذه التوزيعات الخاطئة؟ يعني يشار ايضا في الموازنه من بين ما يشار يعني ومن التصريحات ان هنالك 45 وظيفه مستحدثه لذوي فقط الموجودين على العقود، يعني تجدد عقودهم. ايضا هذا الرقم مشكوك فيه، يعني ايضا هذا الرقم هو يعني حتى تنتهي السنه ان شاء الله على خير 2019، اذا هم استطاعوا ان يحققوا اكثر من 20,000 وظيفه اذا مو اقل، فهذا هو اللي راح يحدث، لانه الارقام الموجوده في الموازنه من
عجز اللي ايضا انتم ذكرتموه 22 مليار دولار، وبالتالي الايرادات المستحصله من انخفاض اسعار النفط والتي تسبب مشكله جدا كبيره، يعني احنا سبق وان اشرنا كان لازم ان يوضع سيناريوهات عديده في هذا المجال اول ما وضعت الموازنه ولم يتم الاخذ بها، وبالتالي كيف لهم ان يستحدثوا 45 وظيفه؟ يعني هل هو هذا الرقم بسيط؟ لا، هذا الرقم ليس بسيط، وبالتالي لو فعلا هم استحدثوا راح تحل مشاكل كثيره، لكن انت الوزارات الاربعه اللي احنا شملناها بالذكر هي دا تاخذ نفقات اكثر من ما انه هي دا تفكر في انها تستحدث وظائف او انها تستطيع ان تحقق جزء كبير او جزء على الاقل يعني مهم. دكتوره هدى، نريد ان نسال هنا الجهات التي مسؤوله تعتبر عن التقسيمات او التوزيعات بالنسبه للموازنات العراق السنويه، هل مما نراه الآن يمكن القول بأن هذه الشخصيات لديها ميول اقتصادية؟ هل تفهم في الاقتصاد لتوزع المليارات التي يمتلكها العراق سنويا بهذه الطريقة وبتقسيمات غير عادلة وغير منطقية؟ يعني مدن مبادة تأخذ 1% نسبة مقارنة بمحافظات أخرى لا يوجد بها هذا الدمار وتأخذ نسب ومليارات من الدولارات. يعني هذا جزء أيضا نرجع به إلى هيكلية الفساد الموجود في الدولة العراقية، وأيضا يعني يتوج أيضا بحالة عدم التوازن والصراعات السياسية الموجودة واختيار الوزراء بشكل غير صحيح، وبالتالي تفنن كثير من وزارات في السابق اللي هي يعني يعتمد عليها الاقتصاد العراقي سواء كانت تخطيط أو مالية إلى آخره، بالإضافة طبعا إلى بقية الوزارات، أناس هم غير أو ليس على أهل بهذه الوزارات، وبالتالي هم قليلي الخبرة وليس لديهم العلم في كيفية وضع الخطط الاقتصادية ولا الموازنات. كل هذا أدى بنا إلى أن تكون هذه الموازنات سواء كانت 2018 أو قبلها أو هذه 2019، لأنه أساسا هم ناس غير متخصصين، حتى لو كان وجد في الوزارة أناس هم متخصصين، ولكن أنت دائما في حاجة إلى أن شخص يقودك وهو الوزير أن يكون متعلم وأن يكون فاهم وليس جاهل لا يعلم بأدنى وأقل الأمور التي يجب أن يعلم بها. الدكتورة هدى فالح الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية والدولية، شكرا جزيلا لك.